يخبرني إنسان يقول في مرة من المرات كنت في سفر، وطبيعة العمل الذي هو مشتغل به في تلك السفرة يقول يعني كانت فيها خلطة للنساء، وما كان يعني كثير منهن على كل حال. فيقول متردد، يبقى ويخالط كما يخالط غيره، ويضاحك وينبسط في الكلام. لا، النفس صافية، نفس صافية، لكن هل ينبسط كما ينبسط غيره، ولا هو يبقى على غربته، غربته التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا. طيب، معناه يكون حالا انفرادية كأنه شاذ في ذلك اللقاء، في ذلك الجمع، الجميع يفعل ما يشاء، ما مجرد أحاديث وضحكات وسوالف، وهذا ينكت وهذا يتنكت. فالرجل كأنه لانت نفسه. واستمرأ الأمر في تلك الليلة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما يخبر بنفسه وعلمه عند الله، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي إياكم والحبائل، إياكم والحبائل. إيش الحبائل؟ الحبائل جمع أحبولة، والأحبولة هي المصيدة. إياكم والمصائد، إياكم والمصائد. الله أعلم بالمعنى المراد، لكن الرجل فهم المعنى جيدا، على أنك لا تكن شجاعا وتدخل نفسك في شيء ربما لا تحسن الخروج منه. ولكنكم فتنتم أنفسكم،